السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مرحب يا اهلا بمن يشارك معايا. الحقيقه انا تفاجات مفاجاه غريبه عجيبه، واتمنى اكون غلطان. ازاي؟ النهارده الحمد لله في قايمه راحت رشحت نفسها في انتخابات مجلس اداره اتحاد الكوره الجديد، هنتكلم عنها دلوقتي. وفي كلام ان بكره في قايمه تانية هترشح نفسها. حلو بقى، انتخابات حلوه كده، طالما في قايمتين يعني في تنافس جميل، يعني 129 نادي هيبقى لهم حق التصويت، يعني مش ايه الموضوع مش صعب، وبالتالي الاتنين هيدوا كل ما يستطيعوا من قوه للفوز، خصوصا انه القايمه دي او الانتخابات دي مدتها عامين ونص بس بس بس، ودي غريبة. ليه غريبة؟ غريبة لأنه إن في قايمتين يتنافسوا عشان يبقى موسمين أو عامين ونص. بمعنى إيه عامين ونص؟ أي انتخابات اتحادات مش أندية أي انتخابات اتحادات مش أندية بتكون بعد بطولة الأولمبياد، وأنتوا عارفين بقى اتحاد الكورة بقى لجان ومش عارف إيه وحاجات زي كده، وحتى الانديه الاتحادات الاخرى هتبقى 3 سنين، لكن انت هتبدا في يناير فتنتهي مدتك في اكتوبر 2024، يعني سنتين و10 اشهر. خلاص؟ خلاص. فانه يبقى في قايمتين حلو ان الناس تتنافس، بس برضه في وقت بيتنافسوا على شهر سنتين ونص، الله اعلم. مين بقى؟ عندنا اللي رشحوا نفسهم النهارده القايمه اللي اصبحت موجوده، في جمال علام رئيس، خالد الدرندلي نائب، الأعضاء حازم إمام، محمد بركات، عامر حسين، حلم مشهور، محمد أبو الوافق، إيهاب الكومي، دينا الرفاعي. القايمة اللي المفروض بيقال إنها ترشح نفسها بكرة، وهنا بقى خلي بالك، سامح فهمي وزير البطولة السابق اللي هو مجد اللوزي تقريبا، محمد الطويلة، محمود حسين، وعندنا محمود حسين هنقف شوية، أحمد حسن الكابتن أحمد حسن، ماجد نجاتي بتاع إنبي، عدل القيعي، حسين عبده معرفوش، رانيا علوانش. دول الاسماء المتداول انها هتدخل بكره في اخر يوم. مش هقف عند فكره مع عدلي القيعي ولا رانيا علواني، ما في خالد الرندلي الناحيه الثانيه يعني، في محمد بركات يعني ملهاش دعوه. ان كان طبعا عدلي القيعي يبقى خادم اكتر، يخدم النادي الاهلي يعني اكتر من حتى الدرندلي ومن رانيا. ورانيا علواني نفسها كانت ليها مواقف ضد جمهور النادي الاهلي يعني، وهجمتهم كتير. خالد الرندلي كان ضد قايمة محمود الخطيب ذات نفسه، وحصل بينهم خلاف وصوت عالي كمان كان الأسباب. لكن عدل القيعي دي هناخد وندي فيها، لكن المفاجأة بالنسبة لي الاسم المتداول انه هيترشح محمود حسين. هما بيقولوا، انا ما اعرفش، انا حاولت اتواصل عشان اتاكد ما ردش الراجل، بيقول انه محمود حسين ده المقصود به هو محمود النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة. وهنا بقى اتمنى ان اكون مخطئ، وانه ما يكونش فعلا محمود حسين، يكون حد محمود حسين تاني ممكن بالصعيد بتاع. ليه؟ لانه من شهر او اقل كان محمود حسين شخصيا يحاسب مجلس اداره اتحاد الكوره كله على بعضه او احمد مجاهد، وعلى اخطاء ماليه واجراءات و و و، فين؟ في البرلمان، اعلى سلطه تشريعيه ورقابيه في مصر، نائب أمة يعني عن الأمة كلها عن البلد كلها كان بيتكلم. هنا بقى انك تدخل عضو، طب انت ازاي لو حصل خطأ ما هتكون انت القاضي والجلاد او القاضي والجاني؟ ما ينفعش، تتركبش. عشان كده انا شاكك ان يكون محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، ما تتركبش خالص. واعتقد انه ممكن بكره نتفاجئ انه ما يكونش هو، يعني اتمنى ما يكونش هو، لان غلط، ما ينفعش، ما ينفعش خالص، ما ينفعش تماما، ما ينفعش نهائيا انه يكون محمود حسين اللي هيحاسب هؤلاء ويجيبهم كده بالطابور عنده في لجنه الشباب والرياضه. يتقال ده، طب ما هتقول لي ما هو حازم امام نائب، نائب نائب او بس حازم امام صحيح نائب برضه مجلس الشباب، برضه دي مشكله، مش عارف الامور كده يعني، هنحتاج نفهم هل محمود حسين هنا نائب الرئيس وهنا النائب بتاعه حازم امام داخلين؟ تركبش تركبش على فكره.
لكن هل ده في حاجه تمنع؟ لا مفيش حاجه تمنع، مفيش حاجه تمنع ان الاثنين يترشحوا. صحيح في قيمتين مختلفتين، لكن الاثنين يترشحوا لو القانون ما يمنعش. بتكلم على ان انا كرئيس للجنه الشباب والرياضه ما ينفعش ان احاسب هؤلاء واحاسب هؤلاء، والدليل ان انت حاسبتهم. انت عارف لو لغايه فتره طويله عمرنا ما حصل ان مجلس اتحاد الكوره راح البرلمان خالص على مدار السنوات، من اول الدهشوري حرب وقبله والكابتن سمير زاهر الله يرحمه والكابتن هاني ابو ريده، ما حصلش. حصل مع احمد مجاهد، فبالتالي بقى في عرف دلوقتي يمكن يتلغي، لكن ده المشهد العام. الاسامي دي لو بصيت عليها هتلاقيها عن انا ما اعرفش، اعرف طبعا حازم امام زملكاوي، اعرف ان جمال علام زملكاوي، خالد رمضان اهلاوي، حب بركات اهلاوي، عمير حسين هنوديه ونجيبه في الوسط، محمد الوفا ما اعرفش، ايهاب الكومي ما اعرفش، الرفاعي من الترسانه الله يعلم ممكن تبقى للزمالك. لكن لو رحت الناحيه الثانيه سامح فهمي وزير الشباب، وزير البترول وقت الرئيس السابق حسني مبارك اهلاوي 100%، هذا امر لا جدال فيه ولا ريب، ومعاه رانيا علواني اهلاويه 100%، وعدل القيعي اهلاويه 100%، والكابتن احمد حسن يؤكد طول الوقت انه اهلاوي. المشهد العام غريب، الله اعلم واعلم الدنيا واخدانا وراحه فين. ده بالنسبه لقائمه جمال علام وقائمه سامح فهمي، واتمنى ان اكون مخطئ. طيب نروح على كارلوس كيروش. كيروش النهارده طلع اسامي ال40 واحد اللي هيترش القائمه الاوليه لبطوله افريقيا. استبعد منها طارق حامد، واستبعد منها برضو احمد فتحي، ايا كان مين اللي ضمه، يعني اسامي 40 اسم هيطير منهم 12 لانه هيروح 28. خلاص في 12 اسم خلال اسبوع او اقل هيبقوا مش موجودين في المنتخب قبل ما يتم الدعوه النهائيه يعني للمعسكر، هيكون اسامي ال 12 اسم مش موجودين. مين هم؟ واحد تاخد، هو واخد خمسه حراس مرمى، هياخد ثلاثه في اثنين هيمشوا، يعني فيبقى 10 لعيبه. هنشوف مين هم ال 10 لعيبه اللي هياخدهم. الغريب برضو والعجيب انه الراجل اللي مصر كلها هجمته عشان موضوع حسين فيصل وحسين فيصل واللي تالق حسين فيصل، فجاه استبعده من ال 40 من اساسه، مش هياخدوا اصلا كاس الامم الافريقيه. لا الموضوع كده بقى غريب. انا من الناس اللي بتايد كيروش وشايفه انه مدير فني يعمل اللي عايزه، حتى لو استبعد طارق حامد كفني. قبل ما نتكلم دلوقتي هل استبعاد فني ولا لا، انا لغايه ساعه كنت عارف انه استبعاد فني، لكن انا جات لي معلومات هحكيها دلوقتي. طيب كيروش الاختيارات اللي عملها دي تقول لي انه فاهم يعني ولا مش فاهم؟ هل الراجل حسين فيصل اللي انت اعتمدت عليه وتالق، وحتى يعني جمهور الزمالك كان غضبان من حسين لبيب وكارتيرون عشان مشوه تقوم انت استبعدته، طب دلوقتي الناس اللي كانت بتهاجم حسين لبيب وكارتيرون هيعملوا ايه؟ دي حاجه غريبه. لكن انا عاوز افهم بصراحه استبعادك لحسين فيصل. اتكلم عن طارق بعد شويه، لكن استبعاد حسين فيصل غريب جدا. وبعدين ضم محمد كمال شو لاعب غزل المحله، طب انت ما ضمتوش ليه؟ معاك كنت محتاج ان يبقى عندك عناصر في خط الدفاع. هل انت مثلا عارف انه عنده خبره يعني، وخدت احمد ياسين ومحمد عبد المنعم عشان دول شباب صغير تديهم خبرات؟ جايز احتمال. لكن مثلا برضه حط عبد الله السعيد ومحمد حمدي ودونجا و رمضان صبحي وبريم عادل، اللي ما ضمش اصلا رمضان صبحي خلال الماتشين اللي فاتوا، وايه اللي هياخده، هياخده ولا مش هياخده؟ كلها امور في الغموض على الاخر. طبعا هو لا رد لكلامه، يعني بيقول اللي هو عايزه وبيعمل اللي هو عايزه ومحدش بيرده. تمام؟ لكن هنا بقى لازم نقف وقفه واضحه في ما يخص طارق حامد. اللي عرفته والله على واعلم، واتمنى ان حد من الجهاز يقول لنا اذا كنت انا غلطان، يقول يا عم شاهين انت غلطان، لو انا صح ما يتكلمش وما يردش فنعرف ان السكوت علامه الرضا. شوفوا يا سيدي، طارق حامد في مباراه ليبيا الثانيه نزل وقته قليل، مش عارف 12 دقيقه ربع ساعه، قبليها كان قاعد على الدكه زي اي لاعب احتياطي. في مشكله؟ لا. ممكن بقى اللعيبه بتتكلم، قالت حاجه هنا قال حاجه هناك، فهو يبدو انه قال حاجه هنا على قال حاجه هناك، ما مش عاجباه او وجهه نظر فنيه، او تعرفين ايطاليا ليه وجهات نظر فنيه على فكره،
وبيدخ يعني مش بيتدخل بس بيبقى برضو مع اللعيبه بتوعه في الزمالك بيتكلم يعني في جزء فني، فيجوز انه كان قاعد على الدكه اتكلم في حاجه فنيه تخص المباراه. اللي حصل وصل، تعرفين الاغنيه اللي حصل وصل؟ اهو اللي حصل على الدكه وصل لكيروش. اذا هناك وشايه حصلت ان الراجل ده بيتكلم في امور فنيه وبيعترض على امور فنيه انت بتاخدها. فهو زي اي مدير فني مصري او اجنبي لما يلاقي نجم من النجوم اللي ممكن تعمل مشاكل معترضه على امور فنيه وبتتكلم بيستبعده. صاحبنا كوبر عمل كده مع حسام غالي، فممكن يعمل ده، لكن حسام غالي كان المواجهه مباشره، المواجهه مباشره بينه وبين كوبر، مفيش تداخل في الوسط، مفيش تداخل بينهم. هنا بقى في تداخل ما بين اللي قاعد على الدكه والراجل واقف على الخط مش سامع حاجه. مين اللي وصل؟ مين اللي وصل؟ وده سؤال مهم جدا جدا. البعض بيشير، وانا مش هقول اسامي، انه احد العناصر في الجهاز المصري اللي كلنا بنشوفه طول الوقت بيتناقش على الخط مع كيروش وبيتكلم مع كيروش وكيروش بيكلمه، حتى قعدوا الناس تسال هو طب ضياء السيد فين؟ ضياء السيد فين؟ وليه هو اللي بيظهر؟ والحاجات زي دي. هل ده صحيح؟ الله اعلم. لكن يبدو ان هناك وشايه هي التي تسببت في استبعاد طارق حامد. قلت ان لو الامر فني فهو حقه. حقه تماما، وكنت مؤيد وشايف انه طالما امر فني فما فيش مشكله، هذا لا ينقص ابدا طارق حامد، والوشايه لا تنقص برضه من قيمه طارق حامد خالص، لا تنقص منه ابدا. طارق حامد بره الموضوع، لكن الحقيقه ان لو كروش بيسمع ودني يعني يبقى احنا كده دخلنا في منطقه مش كويسه خالص، هتجيب نتيجة عكسي وسيئة، هتجيب ناتج عكسي وسيء. هل اتحاد الكورة ممكن يتدخل في الموضوع؟ أشك شكا عظيما، أشك شكا عظيما، لكن هناك وشاية وراء استبعاد طارق حامد، دي المعلومة اللي جات لي. خلاص؟ واجب على اتحاد الكورة، واجب على الجهاز الفني يطلع يقول. وطالما وصل لنا هذا الكلام فأنا مؤمن إيمان راسخ بان مفيش دخان من غير نار، مفيش دخان من غير نار يا كيروش، ومن ثم في دخان. فالدخان اللي ظاهر ده بتاع استبعاد طارق له اصل، الاصل ده بقى يبدو انه مش فني، عشان كده لازم يبقى في وقفه لمعرفه الاسباب. لازم ندخل بقى على الزمالك. طيب الزمالك ايه الحكايه فيه؟ المفروض النهارده 19 بكره 20، ال 20 دي الدعوة للانتخابات أو الإعلان عن الانتخابات، ويوم 21 فتح باب الترشح. الإعلان عن فتح باب الترشح بكرة يعني. ده المفروض يوم 20. خلاص؟ حتى اللحظة في حالة من الغموض شبه كانت الموجودة في اتحاد الكورة كده، محدش ظهر، حتى مستشار مؤتمر منصور اللي أعلن إنه هيدخل مفيش وضوح لقيمته، خصوصا بعد استبعاده ثلاثة، هو استبعد ثلاثة. استبعد المهندس هاني زاده، واستبعد اللي هو علاء ميند، واستبعد دكتوره شفا الفار. مين اللي داخل معاه؟ ما اعرفش. هل الكابتن اسماعيل يوسف هيسيب زد ويدخل مجلس اداره الزمالك؟ الله اعلم. هل حماده انور هيكمل؟ كل الامور دي تخص المستشار مرتضى، لسه ما اعلنش لينا، يعني مش ليه يعني، اعلن للزملكاويه مين القايمه بتاعته. في نفس الوقت ما فيش برضو على الناحيه الثانيه قايمه تقول ان انا داخل او اسم يبدو في الافق انه يدخل. البعض قال ان الكابتن حسين لبيب هو اللي يدخل، لكن ما شفناش لا تصريح ولا اشاره ولا لا حرف اشاره ولا حرف عطف ولا اي حاجه من الحروف ولا حرف جر حتى بيشير الى ان الكابتن حسين لبيب هيترشح، ولا يشير ايضا الى ان اي اسماء اخرى تترشح. يعني الذي اعلن فقط انه هيترشح هو المستشار مرتضى. حتى اللحظه لم نسمع ان هناك منافس للمستشار مرتضى، ولم نسمع من المستشار مرتضى عن قيمته، لكن اكيد بكره بعده يعني الامور كلها هبات. هل المستشار مرتضى يدخل من اول يوم؟ من اول لحظه؟ عشان انا نزلت اهو، ولا هيحب بقى ايه يسيب كده يقول لك خليهم كده رايحين جايين رايحين ويقوم داخل اخر يوم؟ يعني هو حريف انتخابات فما تقدرش تعرف هو هيعمل ايه. وبقول حريف انتخابات فهو حريف انتخابات عشان تبقوا عارفين، حتى في اوقات الترشح.
والقايمه بتاعته والاستراتيجيه بتاعته. فهنشوف الامور ازاي. اللي عاوز يواجه مرتضى منصور لازم يبقى حريف انتخابات برضه. لو هو راجل يعني اول مره انتخابات فما يعني دي قصه تانية خلاص. لكن خلال 45 يوم بعد فتح باب الترشح خلاص الحمد لله، رغم القلق اللي هيبقى موجود في الانتخابات لكن هيبقى فيه هدوء بقى مستمر 4 سنوات. والهدوء في الزمالك والاستقرار بيجوا بطولات، الهدوء والاستقرار بيجوا بطولات، ومن ثم الانتخابات دي مهمه جدا وكويس انها جت في المعده. ليه جايه في المعده؟ لانه مجلس الاداره سواء المستشار مرتضى اللي هينجح او غير المستشار مرتضى هو اللي هينجح، ففترة انك تقعد من شهر 2 لغاية شهر 6 8 تشوف الفريق بتاعك محتاج ايه وامورك عاملة ازاي وتظبط امورك المالية والفلوس اللي في النادي والفلوس اللي بره النادي والفلوس اللي تدخل النادي عشان الموسم الجديد تبقى واقف على رجلك بقى تماما. النادي زيك واقف على رجله، جاله فلوس، عارف هو ايه، عمل مشروعات جابت له يعني موارد، والموارد دي يصرفها ازاي بقى على النادي ويصرفها. لازم مجلس اداره يعني عنده خطه 4 سنين، مش اللي هو خلينا ماشي يوم بيوم، اللجنه بتمشي يوم بيوم، لكن مجلس اداره بيعمل خطه 4 سنين. 4 سنين هنشوف الامور رايحه فين في الموضوع ده. بمناسبه طارق حامد نسيت اقول لكم ان كارترون حزين على استبعاد طارق حامد. هو قال من الصحفيين النهارده انه حزين جدا على استبعاد طارق حامد من المنتخب، ويتحدث مع اللاعب بينه وبينه يعني ويؤازره، ومش قال مش هقول انا هقول له ايه، ده بيني وبين طارق ومن حقي اقول اللي انا عايزه لطارق ومن حقي طارق يقول، لكن اللي انا اعرفه انه طارق مش زعلان قوي. لكن انا كمدير فني لا اعلق على اختيارات اي مدير فني لانه حر يختار اللي هو عايزه. وطارق قال كده انه شايف الامر عادي، شايف الامر عادي، واتمنى ان يكون طارق حامد شايف الامر عادي. خلاص عندنا خبرين بقى. خبر في اخبار تداولت كده مش اكيده لانها مش طالعه على لسان مسؤول، يعني انه الزمالك بيفكر في تعديل عقود الونش وزيزو. تعديل عقود؟ طب ما هم دول لسه مجدد ليهم من فتره. قال لك انهم عاوزين يغيروا، ده الكلام المتداول، ما اعرفش مدى صحته يعني، لكن ده متداول. وزي ما قلت لكم مفيش دخان من غير نار، انه عاوزين يعدلوا العقود مش يغيروا القيمه، لا يغيروا ان في شروط جزائيه للرحيل، في كلام من 4 مليون و5 مليون دولار سواء زيزو او الونش. والكلام اللي كان بيقول انه اداره الزمالك هتتواصل مع اللعيبه عشان تقول لهم ان احنا عاوزين نعمل تغيير في العقود وبتاع. فاللعيبه بيتكلموا مع بعض، واللي فهمته انه سواء زيزو او الونش هيرفضوا تماما هذا الامر. سواء زيزو او الونش هيرفضوا اي تعديل ايا كان، حتى لو هياخدوا فلوس زياده في العقود الجديده. ليه؟ انا ما اعرفش. لو فلوس زياده ما يبقى فلوس زياده ويلغي عام الشرط الجزائي، لكن انا ما اعرفش التفكير بتاعهم ايه. لكن المعلومه اللي جات لي بتقول انهم هيرفضوا سواء زيزو او الونش، هيرفضوا تعديل عقودهم وعاوزين العقود اللي تم توقيعها مع حسين لبيب واللجنه السابقه هي اللي يتم تنفيذها بما فيها الشرط الجزائي. انا ما اعرفش الشرط الجزائي قيمته كام، لكن البعض بيؤكد على ان 4 مليون دولار لزيزو والونش وال 4 مليون دولار دول خارج مصر، خارج مصر يعني مش اللي هو بيراميدز مثلا الاهلي، لا لازم بره 4 مليون دولار. تمام. الونش قلت لكم قبل كده من كام فيديو انه عاوز يمشي في يناير، اداره الزمالك قالت له لا مفيش رحيل ابدا في يناير بالنسبه للونش. ومن ثم قال لهم طب خلاص امشي في نهايه الموسم، قالوا ما يجي وقت نهايه الموسم نبقى نتكلم. الونش كلنا شفنا النهارده صوره انتشرت ليه مع ياسر محروس، الاستاذ ياسر محروس. مين ياسر محروس اللي الصوره بتاعت الونش معاه؟ ياسر محروس ده هو العضو الذهبي، تعرفين هناك في عضو شرفي عضو ذهبي في السعوديه، العضو الذهبي لنادي اهلي جده، وهو النادي اللي كان عاوز ياخد اصلا الونش من الموسم اللي فات، وبرضه اداره الزمالك ما رضيتش وجددت عقد الونش وعملت له عقد جديد وكل ده. خلاص هنا بقى الزمالك لما اتكلم مع الونش قال له ممكن في نهايه الموسم وتبقى عار، مفيش بيع. حلو. وطبعا الزمالك ما ينفعش يبيع، الامانه من وجهه نظري ما ينفعش يبيع الونش.
الوش ظهر رايح عمره عن طريق ان ياسر محروس بعت له دعوه لاداء مناسك العمره. الراجل راح التقى بيه وفي الغالب بيعمل عمره وتلاقيه رجع يعني في الطريق انه يرجع مصر او رجع يعني. اللي انا اعرفه ان ياسر محروس هو اللي عاوز بشتى الطرق ضم الونش لاهل جده. الاستاذ ياسر محروس هو اللي عاوز يضم محمود حمدي الونش الى اهل جده. مقتنع بيه وهو بيستقبل وهو اللي كان بيتفاوض معاه المره اللي فاتت، عشان كده حصل لينك والصداقه بينهم، عشان كده ودايما بيتواصل معاه، وعشان كده ايه دعاه الى العمره. فبعت له الدعوه والراجل راح الونش وهيأدي ادى يعني مناسك العمره ان شاء الله، ربنا يعني يتقبل منه وهيرجع. الونش من اللعيبه الرجاله صاحب كلمه، طالما قال ان انا هكمل هيكمل، لكن هو قعد يلح على الطلب بقى على الرحيل، دي قصه تانيه. في اخر السنه مفيش حد هيمشي دلوقتي، ممكن بس قلت لكم امبارح انه سيف الجزيري لو رقم كبير فقط، لكن الونش صعب جدا 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 يعني. وفكره استخدام الشرط الجزائي لا اعتقد ان الونش هيستخدمه خالص، مش ما اعتقدش انه من الموديل ده بتاع استخدام الشرط الجزائي، رغم انه محطوط ومن حقه، لكن ما اعتقدش ان الونش هيعمل ده. لكن من المتوقع أن يرحل الونش بالفعل في نهاية الموسم على سبيل الإعارة. تمام؟ دي صورة ياسر محروس والقصة بتاعت صورة ياسر محروس مع الونش في السعودية. تمام؟ أشوفكم على خير في اللي جاي، ولا تنسوا دايما تتابعوني في الفيديوهات. سلام.